جولة صحفية جديدة مع الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم، حيث طغت بالتأكيد القمة العربية والأوضاع في اليمن على عناوين ومقالات الصحف. فقد تصدرت قرارات الدورة 26 للقمة العربية التي اختتمت أعمالها أمس بمدينة شرم الشيخ، تصدرت عناوين واهتمامات صحف القاهرة الصادرة صباح اليوم. ونبدأ هذه الجولة بصحيفة الجمهورية ونطالع منها قرارات تاريخية للقمة العربية. السيسي: إعلان شرم الشيخ أعاد الأمل للعرب، تأييد كامل لعاصفة الحزم واحترام استقلال اليمن، حل الأزمة السورية بالتشاور مع كافة الأطراف والالتزام بوحدة وسيادة ليبيا والحوار بين القوى السياسية. ومن جانبها كتبت صحيفة الأهرام تقول: قوى عسكرية عربية مشتركة في ختام قمة شرم الشيخ. الرئيس يقول: الآليات الجماعية لصيانة الأمن القومي العربي. ونطالع منها أيضا محلب: يرأس وفد مصر في قمة الكوميسا والتي تبدأ اليوم بأديس أبابا. محلب: إقامة اتحاد جمركي وتيسير التبادل التجاري. ووزير الموارد المائية والري يقول: اختيار المكتب الاستشاري لسد النهضة قريبا. مميش: افتتاح القناة الجديدة في موعدها، وست موانئ تشارك في تنفيذ المشروعات اللوجستية بمحور التنمية. أما صحيفة المصري اليوم فجاءت أبرز عناوينها كالتالي: الجيش العربي يدخل حيز التنفيذ والقيادة في القاهرة. سيف اليزل في تصريحات للمصري اليوم: القوى العربية المشتركة ستكون دفاعية وتتضمن قوات برية وبحرية وجوية بزي موحد، وسيكون مقر القيادة بالقاهرة. السيسي يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، والقضية الفلسطينية تستأثر بجزء هام من اللقاء، بالإضافة إلى إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير ظروف معيشية مناسبة لسكان القطاع. أما صحيفة الشرق الأوسط فنطالع منها: اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق يوضح طريقة تشكيل القوى العربية المشتركة، ويقول إن التشكيل لن يستغرق وقتا طويلا عقب التوافق السياسي مع الحكام العرب. رئيس حزب النور السلفي: القمة العربية تبشر بمرحلة جديدة من العمل العربي المشترك. ومحلب في أديس أبابا للمشاركة في قمة الكوميسا والتي تنعقد اليوم تحت شعار تعزيز التجارة البينية من خلال المشاريع التجارية المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وننتقل إلى مقالات الصحف المحلية، وفي مقاله بعنوان بدون تردد في صحيفة الأخبار أكد الكاتب محمد بركات أكد أن القمة العربية 26 التي اختتمت أعمالها في شرم الشيخ أمس برئاسة مصر كان لها نتائج إيجابية وناجحة، كان من أهمها الاتفاق على مواجهة عربية شاملة للإرهاب وأخطاره والذي أصبح يمثل تهديدا شاملا للأمة العربية بجميع دولها وشعوبها. ويقول الكاتب: نجحت القمة العربية 26 في وضع الأساس الصلب لعمل عربي مشترك لحماية الأمن القومي العربي والتصدي للتهديدات والمخاطر التي تواجهه في ظل واقع إقليمي يموج بالاضطرابات والقلاقل الشديدة والعنيفة. فالقمة حققت إنجازا كبيرا بتوصلها إلى توافق عربي على تشكيل قوة عربية مشتركة تكون نواة للعمل العربي العسكري الذي أصبح ضرورة لا يمكن الاستغناء عنها في ظل ما تتعرض له الأمة العربية من تحديات. وفي عموده كل يوم بصحيفة الأهرام أشار الكاتب مرسي عطالله إلى أن الذين يتابعون دقائق الموقف المصري من التطورات المتلاحقة في المنطقة بوجه عام والتهديدات التي تتعرض لها دول الخليج بوجه خاص يدركون الآن معنى العبارة التي أطلقها الرئيس السيسي قبل عدة أشهر بأن مصر تعتبر أمن دول الخليج جزءا من أمنها القومي. ونتابع: قبل أن يستولى الحوثيون على مقاليد السلطة في اليمن كانت مصر ترصد وبدقة ظهور عنصر جديد على ساحة الصراع يتمثل في التسلل والتدخل الإيراني، وأحاطت مصر دول الخليج والسعودية بتلك الاحتمالات التي تهدد الأمن القومي العربي في ظل احتمالية سيطرة الحوثيين ورعيهم الإيراني على ميناء عدن ومضيق باب المندب، وأهمية التعامل مع المسألة اليمنية كشأن يهم الأمة العربية كلها ويستوجب مشاركة القادرين على الإسهام في الحملة العسكرية، ليكون ذلك بمثابة ميلاد مبكر لمقترح مصر الذي أقرته القمة العربية بإنشاء قوة عربية مشتركة للتدخل السريع.
ونتحول إلى الصحف العربية التي اهتمت بتطورات الأوضاع في اليمن، ونقرأ من جريدة الشرق الأوسط اللندنية: عاصفة الحزم تقطع جسرا جويا إيرانيا إلى الحوثيين وتؤمن الحدود، الحوثيون يستغلون المدنيين دروعا بشرية ويلجؤون إلى حرب الإشاعات للتغطية على خسائرهم، صالح يعيش حالة التخبط وأنباء عن نيته الهروب إلى دولة إفريقية. وإلى جريدة القدس العربي ونطالع أبرز عناوينها: آلاف تونسيين في مسيرة دولية ضد الإرهاب تزامنت مع مقتل العقل المدبر لهجوم باردو، آلاف العوائل السنية تنزح من صلاح الدين إلى نينوى في ظل أوضاع مزرية إثر قيام ميليشيات الحشد الشعبي بأعمال قتل وخطف ونهب للأموال والممتلكات. ونتابع هذه القراءة من جريدة الخليج الإماراتية والتي كتبت: القادة العرب يختتمون أعمال القمة العربية 26 بإقرار إنشاء قوة عربية مشتركة وتأييد كامل لعاصفة الحزم لردع الحوثيين في اليمن. الحكومة السودانية تنفي قطع العلاقات بطهران وترفض لقاء المعارضة في أديس أبابا. وننهي هذه القراءة في العناوين بجريدة القبس الكويتية والتي كتبت: بان كي مون يصل بغداد في زيارة يجري خلالها مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ومسؤولين رسميين. النظام السوري يقتل 15 معتقلا قبل انسحابه من إدلب. وطائرات قوات التحالف تشن غارات على مواقع تنظيم داعش في سوريا، تركز معظمها قرب بلدة كوباني. وإلى بقالات الرأي، حيث أكدت صحيفة البيان الإماراتية في مقالها الافتتاحي، أكدت أن القمة العربية حققت أهدافها بدعم الأمن العربي المشترك وتجسيد المصالحة العربية لمواجهة التحديات الأمنية، لكن حان وقت الانتقال إلى مرحلة تجسيد الوعود والالتزامات وتحت عنوان ما بعد القمة العربية. قالت الصحيفة: المطلوب بعد هذه القمة خطوة أخرى لتحويل السياسات العامة إلى مواقف تفصيلية، وذلك ببدء مشاورات لتشكيل قوة عربية مشتركة تكون بمثابة حصن منيع أمام أي محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، بحيث إن ذلك سيسهم في مواجهة مخططات تفتيت الدول العربية. ومتى توفرت هذه الإرادة أمكننا تحقيق الكثير من الأمور، خصوصا فيما يتعلق بحماية الأمن العربي ووضعه في خانة الخط الأحمر. الأزمة اليمنية كانت أيضا حاضرة في مقالات الرأي، ولعل من أبرزها المقال الافتتاحي لجريدة الوطن السعودية والتي رأت أن ضربات قوات التحالف العربي لمعاقل الحوثيين باتت تؤرق إيران وتحبط من مخططاتها في السيطرة على المنطقة، تحت عنوان الحوثيون يضربون وطهران تتوجع. قالت الصحيفة: منذ بدأت عملية عاصفة الحزم جاءت تصريحات المسؤولين الإيرانيين جميعها لتؤكد أن طهران تشعر بإحباط شديد نتيجة فشل مخططها في اليمن، وتسعى اليوم إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه بالحديث عن حوار وحلول غير عسكرية، غير أن ذلك لا يتجاوز كونه محاولات يائسة. فإيران تدرك أن العملية لن تتوقف حتى تحقق أهدافها، ويعود إلى اليمن استقراره بوجود الحكومة الشرعية التي تمثل الشعب وليست العصابات المدعومة من قبلها. ونتحول إلى الصحف العالمية، والقمة العربية كانت أيضا حاضرة على صحيفة التايمز البريطانية، ونقرأ فيها أبرز نتائج القمة العربية والتي عقدت في شرم الشيخ: اتفاق الزعماء العرب على تشكيل قوة عربية عسكرية مشتركة. تتشكل القوى المشتركة من قوات عسكرية من 10 دول. القوى العربية منوط بها مواجهة الحوثيين في اليمن وتنظيم داعش المتطرف. ورصدت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية الأزمة السورية وكتبت: استيلاء ائتلاف جماعات مسلحة ومن ضمنها جناح تنظيم القاعدة على مساحات واسعة من مدينة إدلب عقب 4 أيام من القتال، بعد تحولا غير معتاد في خط المواجهة منذ 4 أعوام من اندلاع الثورة السورية. سكان إدلب يستقبلون المقاتلين بالهتاف وتمزيق ملصقات الأسد. الحكومة السورية لن تقف مكتوفة الأيدي، ومن المتوقع إطلاق حملة جديدة من القصف الجوي.
ونتحول إلى الصحف الفرنسية ونقرأ من صحيفة ليموند: نيجيريا في انتظار إعلان النتائج، بان كي مون يشيد بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عناصر بوكو حرام تهاجم مراكز اقتراع. مع اقتراب موعد الحسم استمرار المفاوضات الماراثونية للتوصل إلى اتفاق تاريخي حول البرنامج النووي الإيراني مع بدء العد العكسي لانتهاء المهلة غدا الثلاثاء. ونطالع من صحيفة USA Today الأمريكية: في وقت تجتمع فيه إيران ومجموعة دول 5+1 في سويسرا للتواصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، بنيامين نتنياهو يؤكد الاتفاق النووي الإيراني أسوأ مما كانت تخشاه إسرائيل. إصابة أكثر من 20 شخصا إثر انزلاق طائرة تابعة للخطوط الكندية نظرا لسوء الأحوال الجوية. ونتحول إلى مقالات الرأي، حيث أشارت صحيفة الجارديان البريطانية في مقال لها إلى أن البيت الأبيض كشف الأسبوع الماضي أنه سيقوم بتقديم المعلومات الاستخباراتية والدعم للضربات الجوية التي تقودها السعودية في اليمن لوقف تقدم المتمردين الحوثيين المهددين بإسقاط الحكومة. وأضافت: على الرغم من أن قرار التدخل أثار مخاوف العديد من المراقبين من نشوب حرب أهلية بين المتمردين الشيعة المدعومين من إيران والحكومة اليمنية المدعومة من الدول العربية، إلا أن الولايات المتحدة أعلنت دعمها للضربات السعودية للحوثيين، وذلك نظرا لتدهور الأوضاع في سوريا. ورأت واشنطن أنه يجب تجنب مثل هذه النتيجة بأي تكاليف في اليمن، لأن المستفيد الوحيد من الفوضى التي تميز اليمن الآن هما القاعدة وداعش فقط. العلاقات الأمريكية الإيرانية كانت محور اهتمام صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، والتي رأت أنها قد تشهد توترات خلال المرحلة المقبلة قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي بسبب الدعم الإيراني للمتمردين في اليمن. وأضافت الصحيفة: رغم أن الرئيس الأمريكي باراك أوباما ظل لسنوات ملتزما باستراتيجية ترمي إلى إبقاء الولايات المتحدة في منأى عن الانضمام لحرب إقليمية كبيرة بين إيران وحلفاء أمريكا التقليديين من الدول العربية في توجه يعطي الأولوية للمفاوضات النووية مع إيران ومكافحة الإرهاب، إلا أنه مع انتشار إراقة الدماء في اليمن أصبح البيت الأبيض يواجه ضغطا شديدا من الحلفاء العرب بل ومن الكونغرس لمواجهة إيران بشكل أكثر قوة لدعمها جماعات مسلحة في المنطقة. وحان الآن موعد الوقفة مع رسوم الكاريكاتير الأبرز في صحف اليوم. ختام هذه الجولة الصحفية، إلى اللقاء.